سميتي محمد الصغير، لاعب لك المنتخب الوطني في عدد الكبار، شاركت في الألعاب الأولمبية اللي كانت في طوكيو، اللي ما حالفنيش فيها الحظ باش ندير فيها النتيجة تكون مزيانة وتكون مرضية للشعب المغربي. وإن شاء الله كنتمنى تكتل الأمور باش نمثل المغرب إن شاء الله في الأولمبياد ديال باريس إن شاء الله. الصغير وقع شي خلاف بينكم وشي مدرب؟ الخلاف اللي كان قالوا الناس بيننا كان شي خلاف مع المدرب ديالي، انا ما كان معايا حتى شي خلاف ما والو، غير هو واقيلا سمع شي هضره ولا بيحرضوا عليا كما كيحرضوا عليا وشي، داكشي علاش مي انا ما على بالي بتا حاجه، حتى شفت شي فيديوهات شي لعيبات في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما عرفتش شنو باش غنجاوبو ولا كما كيقولوا يخلي صورته زوينه ولا شي حاجه بحال هكا. مي هو كيبقى المدرب ديالي اللي كبرت معاه من الصغر، وما قدرش نجاوبو على داكشي، ما قدرش نخسر صورته بشي حاجه خايبه. الا كان قاعد كان شي مشكل ولا شي حاجه، هادشي غيبقى شخصي، ما يمكنش نقول لشي واحد ولا نتفوه لشي واحد. هو كيبقى المدرب ديالي اللي كبرت معاه، وكنشكرو من هذا المنبر، وكنشكر حتى المدرب ديالي الاخر الثاني السي خالد الموشا على المجهودات ديالو اللي كان. هادشي اللي كاين، هو ما كاينش شي خلاف اللي بيناتكم تبسطوا قبل ما تمشي ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا، ما كان حتى شي خلاف. الا كان قاعد قلت لك كان شي مشكل تيكون بيناتنا ودغيا كيتصلح. مي واقيلا تنقول انا دخل بيناتنا شي واحد ولا سمع شي هضره من عند شي واحد، داكشي علاش بان دارك واقيلا. الصغير انت في الرياض ديال البوكس لقيتي بعض العراقيل في البدايه ديالك، شنو هما العراقيل اللي لقيتي؟ العراقيل اللي لقيت بزاف هما من في ليكيب ناسيونال، من كي تا هما اصلا هما حاقرين بزاف، ماشي كلشي، ما نهضرش على كلشي، ما نعممش. شي وحدين حاقرين جهه السويس ولا جهه الجنوب بصفه عامه، حاقرينها ما عرفتش، ما كيبغيوش يطلعوا، ما بغيوش يلعبوا. مي مؤخرا ما كانش هذا المشكل بعد التأهل ديالي، هادشي اللي كان المشكل في الاول وصافي. شنو الامنيه ديالك انك تحققها في هاد الرياضه هذه؟ الامنيه ديالي هي مدافع في الالعاب الاولمبيه اللي تحطمت ليا في الدوره ديال طوكيو، وكنتمنى تقاد الوضعيه وتسول الوضعيه من هنا لقدام باش نحقق الامنيه ديالي في الدورات الجاية. واش باقي غادي تكمل مع المنتخب الوطني؟ واش انا ما كرهتش نكمل، وغادي نجاهد ونكمل من عندي باش نحقق الامنيه ديالي ونحقق الاحلام ديالي، ولكن في حالة الى تكدت الوضعيه وتسوات الوضعيه، وديجا هضرت على هذه الوضعيه ديال واحد المدرب اللي ما كيبغيش الخير للواحد، ما كيبغيش يطلع بنادم، داكشي كيبقى شغلو هذاك، مي خص المسؤولين اللي يدخلوا باش تقاد الوضعيه باش تكون النتيجه مزيانه من هنا. شنو بان لك في الرياضي اللي معروف بهذ الرياضه اللي هو الخصم؟ الخصم هو كيهضر على رياضه اخرى، ما كيهضرش على لا بوكس، كيهضر على كيك بوكسين وطاي بوكسين وما جواره وما ميل بوكس، ما بعيد عليه واحد شويه. شنو نقول لك في اللعبه اللي طالعين دابا في البوكس غيقدروا يديروا شي انجاز؟ كاينين لعبه مزيانين غاديين في التطور، غادي يكونوا احسن ان شاء الله. مي الا بقى هذا المشكل اللي وقعنا فيه حنا، صعيب بنادم يدير شي حاجه مع الوضعيه اللي عشنا حنا. الصغير بالنسبه للتدريب ديالك، انت فين كتدرب قبل ما تمشي للمعسكر ديال المنتخب الوطني؟
التدريب ديالي كنت كندرب مع الاستاذ هشام، وكنت كندرب مع الاستاذ خالد، وبعض المرات كنتريني بوحدي في لاصال عندي هنا صافي، ومره كنتريني في الغابه. شنو تقول للناس اللي حاقدين عليك ولا اللي واخدين شي نظره خايبه منك؟ ولا الناس اللي حاقدين ولا واخدين شي نظره من جهتي نقول لهم شكرا، وما عندي ما نقول لهم، هما واخدين نظره من عند شي واحد، وما وكما كيقولوا اللي الا بغيت تعرف شي واحد خصك تعاشرو وتعرفو عن قرب، ماشي غير تسمع لي. اش كنت تقول للمغاربه كاملين؟ المغاربه كاملين كنطلب منهم السماحه على ديك النتيجه اللي ما كانتش مرضيه ليهم ومرضيه ليا اللي انا ما كانتش النتيجه عجباني من الاول، وما كانش كونسونطراسيون في طوكيو عاجبني من الاول، داكشي علاش ما تطلب منهم السماحه، وتنقول لهم ان شاء الله يكون خير من هنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.